بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مشاهدينا الكرام في مصر والعالم أجمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد. احنا النهاردة إن شاء الله معانا ضيف مميز. الضيف هو مدير البرنامج نمرة واحد. ضيف البرنامج غير إنه مدير البرنامج، فهو صاحب شركة النيل للمقاولات العامة، الأستاذ محمود جاد سليم. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمود. بيك يا فندم، كل سنة وانت طيب. حضرتك بصحة وسلامة. بما إن حضرتك كمان مستشار إعلامي للبرنامج، إيه رأي حضرتك في الأوضاع ككل التي تمر بها البرامج كافة في الوقت الراهن؟ والله إحنا الوقت اللي إحنا فيه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا كل سنة وانت طيبين. حضرتك بصحة وسلامة. وبالنسبة للبرامج اللي هي شغالة حاليا حاجة تشرف فعلا، وبالنسبة للبرنامج بتاعنا كفاية ان كلها يعني فيه، وحاجة سعيدة يعني حاجة تسعد كل الناس يعني. تفضل. أستاذ محمود، حضرتك جذورك في ناوية؟ نعم. من قرية رفاعة؟ رفاعة، مظبوط. طيب مزبوط. احنا بقى عاوزين، بما ان حضرتك موجود معانا، نستغل شوية معلومات مميزة عن قرية رفاعة. مظبوط، اتفضلي. ايه الحاجات الموجودة في قرية رفاعة المفروض ان هي بتكون إيجابية للقاطنين فيها، وايه اللي اهل قريه رفاعه محرومين منه ومش موجود قدامهم زي اي قريه تانية طبيعيه انها تكون موجود فيها خدمات؟ بالنسبه للقريه ما فيهاش اي حاجه تسعد الناس. يعني اكون واضح معاك، يعني قريه بتعاني من زمان ومن فتره طويله. كلمنا المسؤولين وما فيش ولا مسؤول رد. الشباب راح، كبار السن، مشايخ، عمد، يتوسلوا للمسؤول، بس للأسف أنا طالب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو في نظري أنا وجه الخير أنه ينزل للقرية، أما المسؤول مش هنزل له تاني. يعني المسؤول مش هروح له، لا هروح لمحافظ ولا هروح لمجلس. من هذا البرنامج هو هيكون الحق والدفاع عن هذا القرية. أما قلت أن أنا أروح للمسؤول، إحنا تعبنا، الشباب تعبت والمشايخ والعمد كله تعب، لا في مركز شباب ولا في بريد، وعندي الوحدة الصحية اللي موجودة ربنا كرمني، خدت بالك انه جابوا لي، خدت بالك، ثلاث ممرضات هم اللي موجودين في المستشفى، بيعملوا ايه ما اعرفش. يعني انا تعبت من الحوار ده واتكلمت فيه كتير. طب انا هقول لحضرتك حاجه، بالنسبه بقى للجهود الذاتيه اللي احنا بنسمع عنها من اهل الخير في محافظه قنا اللي حضرتك فرد منهم، مظبوط، حضرتك ما بتحبش تقول الكلام ده خالص، ما بتحبش تعلن عنه، كويس. طيب اهل الخير بقى اللي زي حضرتك فين؟ موجودين. لانه كل انسان خدت بالك ليه طاقه، يعني انا مش هقدر اقول لده تعالى، كل انسان ليه طاقه محدوده في من جهه الخير. يعني على كد المتاح. اللي اقدر اعمله. المتاح انا بعمله. طب يا استاذ محمود، يعني حضرتك صاحب شركه استيراد وتصدير بره مصر، اسمح مزبوط. لي، ولها فرع في مصر. مظبوط. طيب احنا هنبص شويه بقى للمغتربين ولادنا بره مصر. اولا انا اناشد السيد الرئيس المره الثانيه، المره الثانيه بالنسبه لابنائنا في الخارج. اذا كان العالم بيواجه المرض فهم بيواجهوا اكبر مرض. ليه؟ عمل مفيش، موجودين في السكن مش بيخرجوا، المعيشه صعبه، مفيش تواصل بينهم وبين اهلهم. فدي رسالة للسيد الرئيس مش للمسؤول. طب حضرتك كنت قلت لي ان في شاب من قرية حضرتك، مظبوط، عالق بالإمارات العربية المتحدة، مظبوط. حضرتك ممكن تقول لي بس ولو نبذة قصيرة عن وضعه بالإمارات العربية المتحدة؟ هو الوضع احنا كبلد نشكرهم على ابنائنا ان هم موجودين عنديهم، وناس بيتعاملوا معانا بالطيب، واحنا بنتعامل مع كل العرب بالطيب. بس انسان محبوس 24 ساعة مش بيطلع يشتغل، ولما ما اشتغلش هياكل ايه؟ هيشرب ازاي؟ هيتحرك ازاي؟ فلازم الانسان يكون يطلع يشتغل عشان يعرف يجيب مصاريفه، يجيب اكله، لكن هو محبوس 24 ساعة. بس احنا برضه لازم نقول شهادة حق. اتفضلي. حضرتك فخامة رئيس الجمهورية ما بتخلاش عن ولاد بلده. مظبوط. تمام؟ مظبوط. في طائرات توجهت إلى بعض البلدان العربية، جابت ولادنا وجت بالسلامة. بعض العالقين لظروف خاصه، لظروف ما يمكن لسه لغايه دلوقتي محدش قدر يوصلهم، بس مش هيتركوا. مصر ما بتسيبش ولادها، وحضرتك لسه قايل الكلام ده قبل التصوير، بس احنا حبينا برضو ان احنا نبرز قضيه
معينة ولو لشاب واحد لجأ لحضرتك إن أنت تبرز موضوعه على الهواء. فأنا بحيي حضرتك لإبراز القضية دي. وكان احتمال كان يكون معانا مداخلة بس للأسف ما حصلتش لغاية دلوقتي، إن شاء الله تحصل معانا في أي وقت. يشرفنا المتصل اللي كان عاوز يتكلم في النقطة دي. أستاذ محمود، بما إن حضرتك في مجال التجارة، التجارة تأثرت مقدار كام في المية في الوضع الراهن خارج مصر وداخل مصر بالنسبة لشغل حضرتك أنت التجاري؟ لا، هو بالنسبة يعني وصلت النسبة حاليا يمكن لحوالي 70% أو 60% اللي كل الشركات وكل رجال الأعمال برضك في خسارة مش بسيطة. تمام. مش بسيطة. فخدت رقم مش بسيط يعني. فنتمنى إن شاء الله بإذن الله اللي جاي هيكون أفضل وهيكون أحسن يعني. احنا تقريبا، اسمح لي، المداخله اللي احنا كنا منتظرينها ان شاء الله هتبقى متواجده معانا دلوقتي باذن الله. اتفضلي. اقول الو. الو استاذ سيد. الو استاذ سيد، استاذنك بس لو سمحت توطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون بعد اذنك. الو. ايوه يا استاذ سيد، بعد اذنك وطي صوت التلفزيون، اتفضل. تمام، سمعت كده. اتفضل اتفضل. كويس كويس يا استاذ سيد. اولا برحب بيك وبرحب بالاستاذ النائب محمود دراب. تحياتي ليك يا ابن العم. وانا سيادتك بناشد سياده الرئيس اللي هو الراجل عودنا على الازمات وعلى المواقف الصعبه اللي احنا لما ما نحتاجه ما علقوه. طبعا بالنسبه للعالقين اللي هم في الخارج، فطبعا انا معي ابني هناك في الامارات، فراح لي اكثر من بتاع شهرين ثلاثه كده، فالظروف ما سمحتوش وما اشتغلش. فطبعا بيكلمني هو من مده 10 15 يوم او من ساعه حكايه موال الكورونا دي، فطبعا ما شغلش يا استاذي، فالظروف ما مساعدهوش ان هو طبعا يحجز وزي، فطالبين منه مبلغ كبير. واحنا متعودين من سياده الرئيس على انه احنا في اي حادي بنرجع وعوض الشعب المصري على المواقف الصعبه. وليلة هو احنا ما كناش يعني كنا ما فيش داعي يعني. فبناش السيد الرئيس على موضوع العالقين دول ان هو يتكفل بيهم شويه ويخليها عليه شويه، برضه احنا عارفين ان هو متحمل اكثر ما في وسعه. يا استاذ سيد. يا استاذ سيد، مع حضرتك الاستاذ محمود جات سليم. يا استاذ سيد. معلش الاخر مره، وطي صوت التلفزيون بعد اذنك. يا سيد. يا استاذ سيد. طب ماشي، اتفضل. سامعني؟ اتفضل يا نائب. انت من ضمن شاب من ابناء قريه رفاعه، هل يوجد في البلد عندكم مركز شباب؟ والله يا سيادتك احنا بالنسبه للقريه اللي احنا فيه، اتفضل كلمه. احنا بالنسبه للقريه اللي احنا فيه يا سيادتك، دي قريه دي معزومه خالص، بمعنى ان مفيش فيها خدمات نهائي. نعم. بمعنى ان مفيش فيها خدمات نهائي. لا فيها مركز شباب ولا فيها صرف صحي ولا فيها مكتب بريد. طيب معلش، هو الاتصال قطع حضرتك. شكرا. قعدنا نقول لك وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون. فانا بشكر حضرتك جدا، وإن شاء الله معانا فاصل بإذن الله ونلتقي بكم بإذن الله من جديد.